هذا صارنين والصارة للصبحية مع نجم الموسيقى العربية بليالي الدالية صانع الحظ أبو جمهورية مصر العربية 3-2-1 دكتور محمد حميد. اسمع نجم مصر صانع الحظ بالجاهلية دكتور محمد حميد. يا ابو محمد الحوت عم ايمن رشدي شفاس وناس شفاس لله وحده. وطالما خرجنا من بيوتنا يبقى نفرح ولا ايه؟
صح الكلام كده؟ يا رب يا رب واسمع مني، يلا هتعمل كده النهارده ان شاء الله عندك هنعمل كده احنا او غيرنا اي حاجة. يعني في حاجة لو قلنا اللي بحب النبي سمعنا السقفة؟ ها السادة اعضاء مجلس الشعب اللي قاعدين ورا، سلام عليكم. يا رب تفرح يا اللي سمعنا السقفة وانت قاعد زي الباشا. ايه ايه ابو علي بنحييك ابو علي يا محترم. طب كبيرك ربنا يا اللي ما ترفع ايدك معانا وانت قاعد زي الباشا. يا رب تفرح يا اللي ترفع ايدك بقى لفوق واسمع يا ابو طيبه وفرح الدنيا. ها تعالى فين عم متوكل؟ ايه يابا ايه؟ بص يا ابو طيبه احنا لازم نفك ونفرفش الدنيا يا حوت، لسه بدري واحنا في اول الليل كده يعني. تعالى يا حبشه انا عايز اقول لك عم متوكل، انا عايزك تحط رجلي على رجلي وتنسى الدنيا خالص. انا عايز اسالك سؤال بما يرضي الله، انت بقى متاكد لسه في الاول بس ان الناس تكون لها مبسوطه لك؟ ايه مبسوطه لك يعني؟ طب انا اقول حاجه بقى وانا هقولها واسكت يعني. اللي جاي فرحان لعلاء هو اللي هيقوم يقف دقيقه محبه في رسول الله. كبيرك ربنا يا اللي ما تقوم تقف محبه في رسول الله. اللي بحب النبي يرفع ايده لفوق. الشعب مالهمش دعوه بيا انا اهبل، الرجاله اللي من سني بس اللي من سني واكبر مني شويه صغيرين مش مشكله، هتقوم تقف وانت قاعد بس كده، قوم اقف دقيقه واحده بس. يلا يا رجاله عشان الليله تبقى حلوه كده. اه يا رب تفرح يا اللي تقوم تقف. السلام عليكم. لسه شباب يابا، احنا لسه سقف وانت قاعد، سقف وانت قاعد. هو البلد يا ابو طيبه مكهرب النافوخ، واللي كبيره ربنا يرفع ايده لفوق. الله أكبر علينا.
الباشا حبيب العميد فرحة 7/7 ان شاء الله.